تحديد معايير الضابطة توحد عملية تدوين أسماء المناطق الجغرافية في الجزائر بالمؤسسات والإدارات العمومية، وما دعا إليه المشاركون في ندوة علمية حول التوبونيميا والتنمية المستدامة في الولايات العشر الجديدة بمقر وكالة الأنباء الجزائرية. أنظمة التسمية، هل نقول إن صالح أو عين صالح؟ هل أقول إن أميناس أو عين أميناس أو عين أمناس؟ هل نقول إن قزام أو عين قزام؟ علما أن هذه الأسامي عندها عمق على الأقل بين 5000 أو 10000 سنة قبل الميلاد. المناطق مثل عين صالح اللي هي في كلام توارق إن صالح أصلا بالخاء، وأيضا كيف تنطق هذه التسمية قبل ما تكون إن صالح؟ تيديكلت اللي هي الكف. المعنى الأصلي انت الاسم نلقاو بزاف تسميات عندها معاني. إندق اللي هي برج باجي مختار اللي هي اليوم ولاية، ولكن التسمية الأصلية إن إدق اللي هي أدق اللي هو الغبرة أو الغبار أو الطين اللي موجودة اللي كانت يخدموا بها حتى تقريبا نستطيع أن نقول فخار. اللقاء الذي نظمته المحافظة السامية للأمازيغية ألقى الضوء على أهمية منظومات التسمية الوطنية وعلاقتها الوثيقة بالإرث الثقافي واللغوي، ما يدفع لاستحداث مؤسسة علمية تعنى بالجرد والتدوين والبحث في معاني الأسماء. المهمة الأساسية والأولية تاع المجمع المختص في تسمية الأسماء، مختص في أسماء الأعلام، هو التقنين لا نورماليزاسيون. أنا نظن هذه من بين المهام الأولى، وأكثر من هذا أن تكون المرافقة العلمية والخبرة تاعهم لمؤسسة الدولة. تقنين وتوحيد الكتابة الصحيحة للأسماء الجغرافية وكذا أسماء الأشخاص والأعلام خطوة من شأنها تعزيز الروح الوطنية من خلال توثيق الروابط مع التاريخ.